اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ ناجي، يمكن البطوله دي تحضر لها من بدري اتحاد الجمباز برئاسه الدكتور ايهاب امين اللي كان المفروض يشرفنا، ولكن حصلت ظروف. يعني بتحضر لها من بدري، كلمني عن القصه منذ البدايه. هو مصر كانت مقدمه لاستضافه البطوله من فتره، من حوالي سنتين او ثلاث سنين، مع بدايه تولي يعني المجلس. المجلس اصلا انتخب في نهايه 2017 مع اغلب الاتحادات اللي انتخبت. صحيح. بعدها الاتحاد بدا يمشي خطوات انه يبدا يرجع مصر تاني للمشاركات الدوليه، ويبدا انه يقول للاتحاد الدولي ان انا عايز انظم بطوله من البطولات الكبيره اللي انتم بتشرفوا عليها واللي انتم بتنظموها. الموضوع ما كانش سهل خالص، كان في منافسه من عديد من الدول، لكن مصر نجحت في النهاية. انت فاكر مين الدول اللي كانت بتنافسنا ناجي؟ كان في اعتقد الصين، كان في بولندا، كان في اكتر من دوله تانية، بس هم دول كان اهمهم. يعني كانوا مقدمين ترشيحات للاتحاد الدولي. كانت البطوله دي هتتنظم اوريدي في يونيو 2020، ولكن طبعا لما جت جائحه كورونا تم تاجيل. كانت تنظم في مصر برضه؟ كانت تنظم في مصر برضه، لكن تم تاجيل البطوله سنه لغايه 2021، والاتحاد الدولي وافق على التنظيم مصر للبطوله. وبدا الكلام كمان ان مصر مش هتبقى اول بطوله مصر تنظمها، هتبدا انه يبقى، لان هي الكاس العالم بتكون سلسله. ما بتبقاش يعني في بطوله عالم بتتعمل مره واحده بس بيشرف عليها الاتحاد الدولي، لكن الكاسات العالم دي بيشرف عليها الاتحاد الدولي بالاضافه مع الدوله المنظمه. فمصر خدت التنظيم. يعني دي مش هتبقى اخر بطوله قصدك تقول؟ مش هتبقى، لما في الغالب مصر ممكن تنظم السنه الجايه واللي بعدها. ولو قدرنا ان احنا ننظم سنتين او ثلاثه ورا بعض، يبدا الاتحاد الدولي يدينا زي منحه، او يبدا يدينا حاجه بتكون مميزه لكاس العالم بقى اللي احنا واحنا بنتكلم ان البطوله دي اوريدي فيها 300 لاعب ولاعيبه مشاركين في البطوله اللي خلاص هتنطلق بعد بكره يعني.